بعد ما بدات المحاكمه اليوم جلسه كنا كنعتبروها جلسه اللي غتكون مناسبه لاثاره الدفوع الاوليه او الدفوع الشكليه والمطالب الاوليه. فاذا بسيد نصر الزفزافي كيدخل على اعتبار ان هناك ظروف طارئه وان امور مستعجله تستوجب التخابر مع الدفاع، التمسنا من المحكمة هذه الإمكانية وبالفعل تواصلنا وتخابرنا مع مؤازرين داخل هذه المحكمة، وتبين أن هناك الكثير من الأمور التي تستوجب تعميق التواصل مع هؤلاء الشباب وتخابر معهم بشكل أقوى وبشكل معمق حتى تتضح بعض الامور، لانهم هما باغيين ياخذوا واحد الموقف وما يمكنهمش ياخذوه بلا ما نكونوا نحن كدفاع وهما كمتابعين متفقين وغاديين على مسار واضح بهدف كذلك واضح. الظروف ديال المحاكمه كان فيها واحد النوع من عدم التوازن ما بين هيئه الدفاع والمحكمه، وهذا عدم التوازن هو امر غير محمود في شروط المحاكمه العادله، وامر كنقدر نقول لك بانه كيشوه مفهوم العداله، لان العداله شنو هي؟ هي يكون واحد التوازن، دائما العداله ميزان، يعني خصو يكون واحد التوازن، منين كتكون واحد الجهه تحاول ان تستقوي على الجهه الاخرى، هذا امر احنا رفضناه كدفاع بطبيعه الحال، ماشي فيه عدم تقدير او عدم احترام المحكمه بطبيعه الحال، احنا كنحترموا المحكمه لانك القضاء راه مؤسسه وحنا احنا شركاء من اجل تحقيق العداله، وانما فقط لانه الهدف الاسمى ديالنا هو توفير شروط المحاكمه العادله، اذا ضروري ما نكون هناك واحد الاتزان، واحد الكفه ما بين الدفاع والمحكمه، كفه متوازنه لصالح العداله ولصالح المتابعين في هذا الملف. الامر اللي دخلوا فيه الزملاء اللي تار الحفيظه ديالهم معروف علاش، لانه تعرضوا لواحد النوع من العنف من طرف الهيئه. الامور هي ان شاء الله غادي تتحسن مستقبلا، وكنتمناو انه توفر جميع الشروط لمحاكمه عادله، لان احنا باقيين عندنا الامل في هذا القضاء، واخا السيد الوزير قال بان القضاء غير مستقل، احنا باقي عندنا الامل بانه هذا القضاء مازال عنده الفرصه في هذا الملفات باش يبين مدى الاستقلاليه ديالو وهو على محك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.